بما يكون المسلم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقد وقفت على جملة من النصوص عن بعض الصحابة ابن عباس، وأيضا عن بعض التابعين مثل مجاهد وبعض العلماء المتقدمين والمتأخرين، كلهم يؤكدون أن العبد كلما كان محافظا على الأذكار الموظفة والأذكار الراتبة في الصباح والمساء وأدبار الصلوات وعند النوم، ويعتني بالأذكار المطلقة التي لا تقيد بوقت، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون من هؤلاء الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشية وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. وقال مجاهد رحمه الله: لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وقال عطاء رحمه الله: من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قول الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ويقول أيضا الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي المفسر المعروف رحمه الله، يقول في كتابه التفسير: وأقل ذلك، أي أقل ما يكون به الإنسان من الذاكرين الله كثيرا، أن يلازم الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب، وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال، فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح، وداع إلى محبة الله ومعرفته، وعون على الخير وكف اللسان عن الكلام القبيح. فهذه أيها الإخوة نقول مهمة جدا ولها فائدة عظيمة في هذه المسألة العظيمة المهمة، ألا وهي بما يكون المسلم من هؤلاء الذين هم أهل الذكر لله تبارك وتعالى بالكثرة.